بدأنا المحاضرة الماضية في الباب الثاني، حكينا عن المتغيرات variables expressions، بدينا حكينا عن variables وبدينا في expressions يعني نوعا ما. خلينا نستأنف، يعني حكينا إنه المحاضرة الماضية إنه في عندي حاجة اسمها constants ثوابت، وهي على خلاف المتغيرات إنه القيمة تبعتها بتتغير، تمام؟ وإن الكونستانت هذه منها نيوميريك يعني أعداد أو أرقام، نوعين انتجر وفلوت، وفي منها سترينج نصوص. وكيف بنحط يعني بنحدد إنه هذا عبارة عن نص أو لا؟ يا إما سينجل كوت أو دبل كوت، تمام؟ وحكينا إنه عشان نسمي المتغيرات لازم نتبع القواعد. أول قاعدة، أهم قاعدة، إنه ممنوع تستخدم الكلمات المحجوزة. وأخذنا ثلاث، يعني أخذنا كذلك إنه المتغير هو عبارة عن مكان محجوز في الذاكرة. يعني هنا X هاي القيمة تبعته، هو فعلياً عبارة عن مكان في الذاكرة وهاي القيمة تبعته. Y عبارة عن مكان جديد وهي القيمة تبعته 14، تمام؟ لو أنا رجعت كمان مرة حطيت الإكس بتساوي 100، فعلياً هذا المكان أوريدي محجوز، فبالتالي مش هيحجز مكان جديد. إيش راح يسوي؟ إنه القيمة القديمة راح يشطبها ويحط، نعم. أما لو إنه أنا حطيت إكس كابيتال بتساوي 10، راح يعمل مكان جديد في الذاكرة X كابيتال والقيمة تبعته هي 10، تمام؟ حكينا فيها أنا ثلاث شروط لأسماء المتغيرات. الشرط الأول لازم يبدأ بحرف أو أندرسكور، حرف أو أندرسكور، هذا البداية الستارت. بعد هيك ممكن انه يحتوي على ارقام او احرف، عفوا، او ارقام او underscores، غير هدول ممنوع. يبقى اول حاجة لازم يكون يا حرف يا underscore، بعد هيك ممكن يكون يا ارقام يا حروف يا underscores، واحدة من هدول الثلاثة. لا، لانه مش خلاف هدول الثلاثة، لانه السبيس لا هو حرف ولا هو رقم ولا هو أندرسكور. وشفنا إنه هدول عبارة عن أسماء صحيحة كلها، هذه كله غلط، تمام؟ هذه لأنه بتبدأ برقم، هذه لأنه بتبدأ بسبيشال كاركتر، وهذه لأنه في سبيشال كاركتر في النص. وحكينا إنه هدول عبارة عن متغيرات مختلفة. كيف متغيرات مختلفة؟ يعني على سبيل المثال أنا لو حكيت X بتساوي 10 و X capital بتساوي 11، هاي غير هاي. لو قلت له print، يعني لو كانوا نفس المتغير كان آخر قيمة قديش؟ 11، بس هذا إشي وهذا إشي، هنا 10 وهنا مكانين مختلفين في الذاكرة، تمام؟ وحكينا إنه أهم حاجة أنا عندي في تسمية المتغيرات إنه أختارها بحيث إنه أنا أتذكر الاسم، أقدر إنه أنا أتذكر الاسم. لأنه لو استخدمت أنت X أو Y أو Z أو N أو A أو B أو C راح تنسى. واضرب لك مثال، شايف هدول المتغيرات؟ هذا مستحيل اصلا تتذكر حتى اسمه. حاول تقرا الكود هذا ايش بيسوي. في أنا عندي متغيرين ضربهم في بعض وطبع الناتج. طيب تخيل إنه هذا نفسه بدنا نعمله هيو زي هيك A B C،
أسهل وأوضح. بس إيش بسوي؟ ماشي ضربنا بس ليش؟ ليش ضرب؟ طب لو قلت لك زي هيك إيش بسوي؟ إنه أنت عندك عدد الساعات 35. الريت إيش يعني؟ السعر، سعر الساعة، معدل الساعة أو سعر الساعة قديش؟ 12.5. وهنا البي سعر الساعة في عدد الساعات، سعر الساعة في عدد الساعات. تمام؟ واضح إنه إيش؟ ايش هذا؟ بالساعه. هو فعليا هو عباره عن فريلانسر، انا شغلته عندي، اشتغل عندي 35 ساعه واتفقت معاه على 12.5 سعر الساعه، 12.5 دولار. فبالتالي هدفع له قديش؟ عدد الساعات في سعر الساعه. تمام؟ فبطلع انا عندي قديش؟ 437.5. تخيل حالك انت اشتغلت 35 ساعة فريلانسر واتفقت على سعر الساعة 12.5، فبالتالي بعد ما تخلصهم حتحصل 400 دولار، 437.5 دولار. تمام؟ بدك تسامحه في النص، ماشي. والسبعة، سبعة بدك إياها، ماشي. 437. كيف؟ علامات التنصيص يا أستاذ لما بدك تطبع نص، لما بدك تطبع متغير بتحطش علامات التنصيص، بتحط المتغير بس. تمام؟ كيف؟ ماشي، بس بتطبعش قيمة المتغير. يعني هنا هيو انا طبعت البي، قديش طبع؟ 437. هذا شوف تمام. ناخذ مثال ثاني على اسماء المتغيرات. في منكم بحكي انه انا ممكن اعمل بستخدم انا شيفرة، يعني انه مثلا ان يعني نيم، ايوه، ان بتساوي احمد تمام، وبحط اشارة انه هذا الستودنت نيم. صحيح. وعندك الاي يعني الايج بتساوي 18، بتقول هنا تمام. تخيل حالك انه انت نزلت كتير في الكود وبعد هيك بدك تعمل طباعة لاسم الطالب وعمره، يعني انت لو نسيت حترجع تضطر تعمل سكرول فوق بالضبط، حتقلل الانتاجيه تبعتك في الكود. يفترض انت لما تكتب كود يعني انه في الساعه يعني يفترض تكتب 1500 سطر، لكن لو يعني انه انت استخدمت اسماء متغيرات مش كويسه، فبالتالي انه ممكن تكتب 700 300، ان كثرت يعني شيء زي هيك. فعشان هيك لما تختار انه student name وهنا student ايش، وهنا تيجي تحت بدك تطبع بس حط student. شايف كيف جاب لك؟ readable اكثر، تتذكره بشكل افضل. تمام؟
نعم هيك بطبعهم جنب بعض. احمد 18، لاحظ انه البرنت انت ممكن من خلالها انه انت تطبع اكثر يعني من شغله. كيف بدك تعمل يعني تعطي له اياها تمرر له اياها؟ تحط بيناتهم فاصله، تحط بيناتهم فاصله. نعم هاي مثلا على سبيل المثال 10 20 اكس، فهنا طبعت كونستانت وهنا عباره عن سترينج. هاي احمد 18 10 20 اكس. اللي بدي اوصل لك اياه انا ايش ممكن اسوي، انه بدل ما يكون انا عندي زي هيك احمد 18 مش عارف ايش الاحمد وايش ال 18، فممكن هنا احط في البدايه انه هذا عباره عن النيم، نص حيطبع النص زي ما هو تمام بالضبط، فحيطبع قباله احمد وبعديها هنا ايش بهذا الشكل. هيو نيم احمد والايش 18، صارت واضحه اكثر. فعشان هيك انه انت ما تستغربش من الشغلات هذه، انه بنحط رساله توضيحيه ايش هو الاوتبوت تمام. كيف نيم اصلا هي بين كوتيشن، بين يعني بين فواصل تمام، كلها بين كوتيشن. تحت بعض تمام. تمام طيب هذا الكلام مر علينا، فبالتالي انا عندي هذا عباره عن assignment، هذا عباره عن assignment مع expression، هذه print statement. وين ال variable انا عندي x، الاوبريتور الجمع واليساوي constant 2 function print. تمام طيب نيجي لهاي الشغلة اللي هي عبارة عن assignment مع expression. أنا في عندي هنا اليساوي، ركز معي يا أستاذ، اليساوي في عندي اكس على الشمال واكس على اليمين. فعليا ايش بيساوي الاساينمنت مع الاكسبريشن؟ بروح باخذ هذا الاكسبريشن بحسب قيمته والناتج بحطه في الاكس. هاي يبقى الاكس اللي على الشمال على اليمين ايش بياخذ، اكس الجديده ولا القديمه؟ الجديده. والاكس على الشمال الجديده بعد ما يحسب الناتج تمام. هذا الاساينمنت مع الاكسبريشن. عشان هيك انا عندي هذا الاكسبريشن انه بروح بيجي بي يعني بي بي بحسب انه قديش قيمته في الاول على الجهه اليمين تمام، وبعديها الناتج بروح بخزنه في الاكس. لاحظ انه انا عندي في اليمين برضه اكس هيو كمان. نعم هذه الاكس القديمه. نعم تنتين سمول الشمال واليمين هي نفس الاكس، في عندك اكس على الشمال واكس على اليمين. بس متى؟ لا لما احسب الناتج. كمان مره ركز معايا، بقول هنا انا عندي اكس على اليمين واكس على الشمال، هنا ايش بروح بسوي؟ بروح بحسب الناتج اول وبعدين بخزن في الاكس. يعني الاكس اللي هنا بياخذ اي قيمه، القديمه ولا جديده؟ قديمه. بعد ما يحسب الناتج بروح بخزن في الشمال، فبتصير انه الاكس هذه على الشمال ايش راح تكون؟ الجديده تمام. وهذا الكلام نفس الشيء، يعني هي اللي عندي اكس على الشمال واكس على اليمين، هيها هنا
بحسب ناتج هذا كله بعد ما يطلع الناتج. فبالتالي على اليمين هنا ايش؟ قديمة ولا جديدة؟ قديمة. على الشمال؟ جديدة. شوف هذا كيف بحسبه بالتفصيل، لأنه أنا في عندي هنا أولويات. هاي يبقى أنا عندي الإكس في الذاكرة، افترض أنه إحنا خزننا فيها 6 من 10. هاي الإكس في الذاكرة حطينا قبل إكس بتساوي 6 من 10. فإيش راح يسوي؟ راح يأخذ الإكس هذه ويعوض قيمتها، هاي وجابها من الذاكرة 6 من 10، وهنا الإكس هذه جابها من الذاكرة برضو نفس القيمة 6 من 10. تمام؟ بحسب الناتج. انت بتعرف انه انت عندك الاقواس لها اولوية، عشان هيك حسب 1 ناقص 6 من 10 قديش طلع؟ 4 من 10. بعديها انا عندي هنا ضرب وهنا ضرب، فصار عبارة عن 4 من 10 ضرب 6 من 10 ضرب 3.9، طلع هاي الناتج. هيك طلع الناتج ساعتها بشطب 6 من 10. تمام؟ وبحط القيمة الجديدة. كيف؟ هنا اكس بتساوي اكس ناقص، خلينا نعطيها قيمة اول، هي 10. اكس بتساوي اكس ناقص 2 زائد اكس ضرب 3 بدون اقواس. حقيقة حناخد الاولويات. هو فعليا حيستبدل هذا الكلام كيف؟ حيصير 10 ناقص 2 زائد 10 ضرب 3. مين اللي له أولوية أكثر، ضرب ولا جمع؟ 10 في 3. تمام؟ وبعديها هنا 10 ناقص 2 30 زائد 8 38. فبالتالي هي معناته إنه هو بيستبدلها، انه بستبدل القيمه تبعتها. فالناتج اللي بيطلع ساعتها بنحطه في الاكس اللي على الشمال. فبعد ما اعمل انتر واحط هاي اكس 38. تمام؟ طيب ناخذ التعبيرات، ايش هي العمليات اللي انا عندي؟ لازم نعرف ايش انا عندي العمليات. نيوميريك اكسبريشن عمليات حسابيه. نيوميريك يعني أرقام أو حسابات، عمليات حسابية. إيش أنا عندي العمليات؟ أوبريتور يعني العملية، عفواً الأوبريتور يعني الإشارة، أوبريشن يعني عملية. هذه الإشارة تعمل عملية جمع، هاي طرح، هاي ضرب. الأسماء بالإنجليزية لازم برضو تمر عليك، هي حتتسجل عندك على الفيديو. هذه addition، subtraction، multiplication، قسمة، division. هذه الإشارة عبارة عن الأس، الباور. إيش يعني الباور؟ هي عبارة عن 2 على سبيل المثال أس 3، 2 مرفوع على القوة 3، يعني 2 مضروبة في 3 3 مرات، يعني بتساوي 2 ضرب 2 ضرب 2. فعليا في الكمبيوتر ما عندناش الامكانيه نكتب بالشكل هذا، فكيف بنكتبها؟ 2 نجم 2 3، اللي هي هاي الاشاره، اللي هي الاس. يعني 2 نجم 2 3 معناها 2 مرفوع على القوة 3. احنا هنا نكتب الكيفيه هذه. تمام؟ خلينا نشوف هدول اول، وبعديها بنرجع لباقي القسمه و نعم. حقيقة انا عندي الجمع 3 زائد 2 جمع عادي، 3 ناقص 2. تمام؟ الضرب 3 ضرب 2، القسمه 3 تقسيم 2. طيب نيجي للباور، 3 ايش معنى هذا الكلام؟ 3 تربيع، 3 مرفوع على القوة 2، 9. تمام؟ نيجي الآن لباقي القسمة.
23 تقسيم 4 قديش؟ 5 و75. طيب باقي القسمة شو بيعني؟ باقي القسمة معناته انه شفتي اكبر عدد صحيح لغاية 23 بيقبل القسمة على 4 وشوف لي قديش بيضل باقي منه 3. ليش؟ لانه اكبر عدد صحيح 20 على 4 5، 5 في 4 ب 20 والباقي 3. كيف؟ بيطلع لي العدد الصحيح. فالان انا عندي هذا هذا بيطلع لي العدد الصحيح. يا استاذ باقي القسمه معناه انه انت العدد اللي بدك تقسمه لازم يكون عدد صحيح، بينفعش انه يكون كسور زي هيك. مش احنا حكينا 23 على 4 طلع 5 و75؟ لا، هذا بدناش انه قسمه زي هيك. فباقي القسمه معناته انه انت بدك تجيب للناتج كعدد صحيح اللي هو الخمسه. تمام، هذه 5 في 4 قديش؟ 20. يبقى الباقي قديش؟ 3. هاي معنات هذه العملية، هاي معنات باقي القسمة. أما هذه قسمة قسمة وهي عبارة عن أكبر عدد صحيح بيقبل القسمة، إنه إحنا بدنا الخمسة هذه، قديش بدنا نطلعها؟ زي هيك. فهنا هذه بتطلع لي باقي القسمة وهذه بتطلع لي العدد الصحيح اللي بيقبل القسمة. يبقى أكبر عدد صحيح بيقبل قسمة على 4، يعني أكبر عدد صحيح لغاية 23 بيقبل العدد على 4 اللي هو يعني أو عفوا ناتج القسمة، عفوا هذا اسمه ناتج القسمة مش أكبر عدد صحيح يقبل القسمة. ناتج القسمة قديش كعدد صحيح؟ 5. ناتج القسمة كعدد 5. تمام؟ حكيت لو أنت بدك تجيب التنتين مع بعض، بدك تجيب باقي القسمة وناتج العدد الصحيح، في عندك دالة في البايثون اسمها div mod. ايش بتدي له؟ 23 و 4. بتجيب لك العدد الصحيح بيقبل القسمة 5 و باقي القسمة 3. تمام؟ طيب يبقى هنا هذا عبارة عن باقي القسمة، وزي ما حكينا هذا انه ناتج القسمة كعدد صحيح، فبدي اصححها هنا. تمام، طيب هذا الكلام انه احنا جربناه، شفنا كل العمليات هذه، شفنا الجمع والضرب والقسمة. الان لو كان في عندي عمليات انه زي هيك، شو الترتيب؟ يعني اعمل هذه اول، اعمل هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه حسب الاولويات. فبالتالي في عندي حاجة اسمها بريسيدنس. كيف؟ صحيح، بس انت بدك تكون فاهم، عشان انت اللي بدك تكتب الكود، مش انت اللي بدك تكتب الاكسبريشن هذا. لازم تكون فاهم الترتيب عشان هو اللي حيعمل صح، بس لازم تكون فاهم الترتيب. تمام. فقلت في عندي حاجه اسمها اولويات. طبعا اعلى اولويه هي للاقواس، بارنثيسس اقواس. تمام، بعد هيك اكسبونيشن اللي هو الباور او الاس. تمام، بعد هيك انت عندك هذول كلهم في نفس المستوى، كلهم في نفس المستوى اللي هو الضرب والقسمه
والريمايندر. هذول كلهم نفس المستوى. احنا نحكي اولويات، انت عندك هادي وهادي وهادي، معنى ذلك انه لما يكونوا في نفس المستوى كيف بدي اعالجهم؟ ليفت تو رايت، من الشمال لليمين. طلع انت عندك ضرب وقسمة، انه عمل الضرب اول ولا القسمة اول؟ شوف انت ايش اللي صدفك من الشمال اعملها هي الاولى، تمام؟ بعد هيك المستوى اللي بعده جمع وطرح، هذول التنتين برضو في نفس المستوى، ولو صادفك جمع وطرح من الشمال لليمين، تمام؟ عشان هيك انت عندك حاجة هايو مكتوب هنا left to right، تمام؟ نعم نفس النظام. واضح يا شباب؟ كيف؟ صحيح، من الشمال لليمين. طب نيجي هذا، ايش فينا عندي؟ واحد زائد اثنين مرفوع على القوة ثلاثة مقسوم على أربعة ضرب خمسة، ايش اعمل اول؟ خلي بالك هذا نمط سؤال امتحان، بجيب لك زي هيك، تمام؟ ما تجيش تقول لي انه طب ما هو اللي حيعمله، انا بختبر انه انت هل انت فاهم نظام الاولويات ولا لا، لانه انت حتكتب الكود. فهل جيت ماجي بطلع ايش اعلى اولوية انا عندي؟ خلاص هاي بعملها اول واحدة، تمام؟ فهيها عملتها اول واحدة، هاي ناتج تبعها 2 مرفوع على القوة 3، 2 في 2 في 2 8، هاي استبدلناها ب 8. باجي بطلع بعد هيك ايش على اولوية، جمع ولا قسمة ولا ضرب؟ في عندي قسمة وضرب نفس المستوى، بس بعمل اللي على الشمال اول. نعم باخذ هدول التنتين، 4 تقسيم 8 تقسيم 4 2، بعديها جمع ولا ضرب؟ ضرب، 10 زائد 1 11 بهذا الشكل. كيف؟ ايش يعني الترتيب لازم منك؟ لا يا استاذ انا باجي بقول لك، لانه هذا الاشي لما انا حاطي لك مساله الان، باجي بقول لك انه على سبيل المثال بدي اياك انه تجمع، ومن الناتج الجمع بدي اياك تضربه. يعني في فرق كبير بين انه انت لو انت فاهم صح يفترض هيك بتسوي، انا بقول لك بدي اياك تجمع والناتج تضربه. يعني انت لو عملت بدون ما انت فاهم نظام الاولويات بتحط مثلا 3 زائد 4 ضرب 10، هيك الناتج حيطلع 4 في 10 ب 40 زائد 3 43. لكن انا طلبت منك بقول لك اجمع اول وبعديها اضرب، يفترض 3 عشان الجمع له أولوية أدنى من الضرب، فبنعطي له أولوية أعلى بأنه نحطه في أقواس. ف 3 زائد 4 حطيناها في أقواس حيعملها أول، حيضرب في 10، هيك الناتج مختلف. هاي معنات أنه أنت كمبرمج لازم تكون عارف إيش يعني تكتب الإكسبريشن، لازم تكون فاهم، مش أنه تقول ها هو اللي بيعمل وبعدها تروح تعمل مثلا برنامج حسابات ويقول لك الحسابات هذه كلها غلط. وين دارس انت؟ مين اللي مديك المادة؟ بتقول له اه مديني المادة استاذ معتز سعد، بقول لك اه تمام هيك. فلازم تكون فاهم صح. طيب ناخذ مثال ثاني،
بدون أرقام خلينا نقول إنه بدون يعني variables ممكن نقول إنه 3 زائد 2 مرفوع على القوة 4 ناقص 1 تقسيم 12 وين اخلي القسمة على رقم يعني مثلا تقسيم 2 بلاش انه زي هيك شر كمان مرة يا استاذ انت كيف بدك تتمرن في البيت تكتب الاكسبريشن على ورق بتحله حط اكسبريشن من راسك زي هيك حله جيب الناتج تبعه على الورق لانه تتاكد انه انت تكون فاهم بعد هيك بعد ما جبت الناتج تبعه بتعمل انتر اذا طلع نفس الرقم اللي انت حليته خلاص حلك تمام سليم كيف كمان سؤال تفضل طريقه الحل استنى يا استاذ خليني بس اشرح طريقه الحل تفضل شويه بس هقيت احنا هذا الكلام حكينا انه هنستبدله ب 27 صح؟ هاي ولسه نفس الناتج وبعديها هذا الكلام احنا ايش بدنا نستبدله؟ 3 في 81 تمام؟ وبعدين رجعت 27 بعدين هذا الاكسبريشن 27 تقسيم 3 انه الناتج كعدد صحيح هي اصلا تقبل القسمة فبالتالي بتصير 9 فهذا الكلام نستبدله ب 9 تمام ف 3 و3 9 ناقص 3 و3 6 ناقص 9 6 3 و3 6 ماينس 9 ناقص 3 بالضبط نعم بس خلي بالك هذا الاشي يفترض انا عدته هنا هذا زي هيك وحطيت 27.0 لانه دائما الناتج تبع القسمة بيكون float عشان يطلع minus 3.0 زي ما طلع الناتج هيو هنا زي ما طلع الناتج هيو هنا بالضبط عشان تكون فاهم انه ليش انه 3 0.0 ماينس 3.0 او 3 فبالتالي هنا 27.0 تقسيم 3 بيطلع انا معايا هنا 9.0 هيك بيطلع ماينس 3 بالضبط فهذا الناتج نفس الناتج هذا لما احنا عملنا الاكسبريشن كله بالكامل تمام كيف فوق تغير هنا انا ما حطيت 27 بدون فاصله هو يفترض انه هاي الخطوه انه هي اكملتها هنا يعني بتقدر تقول انه هذه الخطوه هي اعادتها هنا وبتكمل الباقي هيو هنا كيف حكيت بعد ما اعطي لك الدرس انه ايش ناتج انتجر مع انتجر ناتج انتجر مع فلوت جمع وضرب وقسمة لا لازم تكون عارف ايش ناتج الرقم اللي بيطلع النوع تبعه فبالتالي لا بتنقص الدرجة شوية ما تغيرش الجواب صحيح هي حطينا 27 تمام وهي الناتج ماينس 3 لحال شايفه الفاصلة صفر. الفاصلة صفر انه بخلي باقي الارقام كلها الناتج تبعها يطلع فلوت لانه لو كله تحول لفلوت حيصير في فقد للمعلومات هذا الكلام حناخده بعد شوي تمام واضح كيف وين هذه هذه لانه انت شوف الناتج تبع هذه قديش
ماينس 3.0 صح؟ وهنا قديش طلع؟ ناقص 3. مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف. فأنا بقول لك الاختلاف هذا يفترض إنه ناتج العملية هذه دائما فلوت. يعني هي هذا اعمله هي وهيك لحال بجيب لك هي الناتج 27.0. فعشان هيك انا كنت حاطه هنا 27 فرحت استبدلته بالقيمة الصحيحة 27.0 ناتج فلوت. وكمل هي طلع معاك ماينس 3 اللي هو مطابق فوق لما عملنا الاكسبريشن كاملا مع بعض طلع ماينس 3.0 بس عشان يطلع الاشي مطابق. تمام؟ طيب عشان انت برضو ما تتلخبطش في هذا الكلام انا بدي اخده زي هيك وافتح لك صفحة جديدة. هذا اتفقنا انه الناتج تبعه ماينس 3. كيف اجا؟ حكينا مش هذا 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 الناتج تبعه ماينس 3. احنا اتفقنا انه اول عمليه لها اولويه هذه فبالتالي هذه بدنا نستبدلها بايش؟ 3 اس 3 27. تمام. بعديها العمليه اللي وراها ايش هي؟ 3 في 27 قديش؟ 81. بعديها العمليه اللي وراها 81 تقسيم 3 27.0. مش باقي قسمه يا استاذ. دائما اي عمليه قسمه لازم الناتج يطلع فلوت. لازم يطلع فلوت حتى لو عدد صحيح 27.0. تمام. 27 تقسيم 3 0.0. فهي الناتج زي هيك 3 زائد 3 ماينس 9.0 بيطلع عندك ماينس 3. حكيت انت لو حطيت 3 ماينس 3 بدون 0 بدون البوينت 0 تنقص العلامة شوي. جواب صحيح بس تنقص العلامة شوي لأنه أنا بدي أميز بين الطالب اللي فاهم إنه هذه التايب تبعها لازم يكون فلوت وبين الطالب اللي بس ركز على الإكسبريشن. لا بدنا تمييز بين الطلاب تنقص شوي. تعال يا استاذ. فلوت يعني عدد عشري. طيب كافي ولا كمان؟ هاي كمان قلم. كبر خطك شوي بس. التسلسل تبعها زي هيك. تعيش انت عندك اعلى اولوية هاي. فهذا الكلام كله بدك تعيده. تمام؟ وتصير واحد. بعديها هذا الكلام كله بدك تستبدله. اثنين مرفوع على القوة واحد بتصير اثنين.
بعديها انت عندك ضرب وقسمة او قسمة وضرب، روح على الشمال، فبتصير انه 12 على 6 2 مظبوط 2.0 تمام. بعديها ال 2.0 ضرب 3 6.0 حيصير 2 8 تمام. نعم. طب القسمتين برضه نفس الشيء، برضه نفس كيف؟ طيب حكيت احنا حكينا انه التايب انه انت عندك على سبيل المثال المتغير دي بتساوي 1 + 3 او 2، انت عندك عدد صحيح زائد عدد صحيح، فبالتالي ايش الناتج؟ فبالتالي سجل عندك ملاحظه انه انت زائد انت بيساوي انت. عشان نتاكد من هذا الكلام شوف التايب تبع الدي، مش احنا جمعنا انتجر مع انتجر؟ بدنا نتاكد انه الناتج انتجر ولا لا، فبدنا نشوف التايب تبع دي انتجر. طيب هاي اف بتساوي 1 + 2.1 يبقى هنا انت عندك انتجر زائد فلوت، ايش الناتج؟ فلوت. عشان تتاكد شوف التايب، ايوه فلوت، وقديش القيمة؟ 3.1 تمام؟ لقيت الفلوت كتبنا اياها اف تمام؟ شفنا قيمة الاف 3.1، نكرر هاي العملية بس هنا نعم نلبسها، هنا بدي احط 2.0 بتطلع فلوت 2.1 + 2.0 الناتج برضه فلوت، لانه هنا اعتبر انه 2 هذه اي نعم عدد صحيح فالناتج فلوت. هاي التايب صحيح، فبالتالي لو استدرجتك في الامتحان وانه سألتك سؤال زي هيك قلت لك 1 + 2.0 او 1 + 1.0 1 + 1.2 لو قلت لي الناتج انه انتجر لا غلط تمام، خلي بالك اوعك استدرجك في الامتحان ماشي. كيف؟ كيف؟ آه. كيف عدد انت عدد 10 هيو انتجر زائد فلوت هذا؟ هذا؟ اثنين فاصل صفر مالها؟ عدد 10 نعم
هاي انت عندك انتجر زائد فلوت، هايو هايو زائد نفس الترتيب. الانتجر اللي هو الواحد، لو انت عكست الترتيب برضو نفس الفكرة، يعني يعني فلوت زائد انتجر فلوت. تمام. طب فلوت تقسيم فلوت تطلع انتجر. طيب نشوف الان انتجر، هنا في الانتجر اول، يعني الانتجر احنا شفنا الجمع ونفس الاشي بينطبق على الطرح. شوف القسمة انتجر تقسيم انتجر، 10 تقسيم 2 هذا انتجر تقسيم انتجر، فالناتج انتجر عدد صحيح، فلوت عدد 10. نعم هذا الكلام خلينا نخزنه في متغير x بتساوي، فالناتج قديش؟ اللي بيقول 5 0 بياخد 0 علامة، اللي بيقول 5.0 هو اللي صح. لازم تكون فاهم انه لازم تكون فاهم انه انتجر تقسيم انتجر ناتج فلوت. ايش السبب؟ السبب انه دائما التقسيم انه احتياطا انه ممكن يكون في فقد في المعلومات، فبالتالي النوع الناتج لازم يكون دائما فلوت، لانه انت ممكن تقسم 4 تقسيم 3 بيطلع عندك يعني يعني في في اعشار، مش دائما انه بيطلع الناتج انت عندك عدد صحيح. تمام. يبقى الانتجر اخذنا. طب الضرب يعني خلينا نقول x بتساوي 10 ضرب 2، وهنا انتجر ضرب انتجر الناتج قديش؟ اللي بيقول انتجر يرفع ايده، واللي بيقول فلوت ما فيش حدا بيقول فلوت. تمام. ليش خلى انتجر؟ في فقد في المعلومات، عدد صحيح ضرب عدد صحيح، فيش احتمال لفقد للمعلومات. تمام. يبقى هنا الانتجر اخذنا الضرب والجمع القسمه والجمع والطرح نفس الاشي. تمام. انتجر ضرب فلوت فلوت، اي حاجه فيها فلوت الناتج فلوت وانت مغمض بغض النظر عن العمليه، اي حاجه فيها فلوت الناتج فلوت بغض النظر عن العمليه. اي حاجه فيها قسمه الناتج فلوت بغض النظر عن العمليه. اي حاجه ايش؟ صحيح. لا يا استاذ لا، باقي القسمة يعني عدد صحيح انتجر، قسمة قسمة المود، المود برضو عدد صحيح. يعني انت لما تقول هنا 23 مود الأربعة، ايوه 3 عدد صحيح، 3 في شي بوينت زيرو، ولما تقول له هنا تقسيم تقسيم 4 بيطلع 5، بيطلعش 5.0، ناتج انتجر. نعم بالضبط. تفضل. فهرجيت ايش بضل عندي؟ بضل عندي سجل عندك انه اي حاجة فيها فلوت بغض النظر عن العملية الناتج فلوت، واي حاجة فيها قسمة الناتج فلوت بغض النظر عن التايبس. اي حاجة فيها فلوت الناتج فلوت، يعني اي عدد من العددين عباره عن فلوت الناتج فلوت بغض النظر عن العمليه، سواء كان جمع ضرب قسمه طرح الى اخره. اي حاجه فيها قسمه الناتج فلوت بغض النظر عن التايبس، بغض النظر عن الانواع. هذول القاعدتين خلي بالك منهم.
تمام؟ أنا بسألك فيهم في الامتحان بشوفك فاهم ولا لا. لو لازم تكون فاهمهم عشان تبرمج. انتجر. اللي هو باقي القسمة والقسمة قسمة. هذا انتجر الناتج. تمام؟ اوكي. وقتاش بيكون فلوت؟ بيكون إذا كان عدد أحد العددين فلوت أو كانت العملية قسمة. تمام؟ خلينا نتوقف هنا ونكمل المحاضرة الجاية.